أهمية البرلمان، إقرار القوانين والتشريعات، السلطة القضائية مستقلة. السؤال عن القانون عمره ما كان غلط. هو نائب مش دبلوماسي. الدورة الرابعة لمشروع الزمن للبرلمان. الاتفاقية الدولية تقدم عادة ممارسات فضلة. فكرة الكتل اجت لما صار المجلس النيابي اكثر فردية. اوراق السياسات بتشكل الوسيلة لايصال افكار الشباب من خلال هذا البرنامج. راح احكي انا عن الاقتصاد والبطالة بتفصيل اكثر. استفدنا من تدريبات مشروع الزمالة البرلمانية بموضوع الإعلام السياسي، وتحديداً بلشنا بالسوشيال ميديا وكيف نستعملها. نتذكر دائماً أن البرلمان هو من يرسم مستقبل الطريق للدولة. أضافت إلي هذه الدورة العديد من القدرات السياسية وتشكيل وجهة النظر السياسية المستقلة. رؤية التحديات الاقتصادي نعول عليها، وأيضا شبابنا نعول عليهم.